في أولى تصريحاته كوزير للمالية في بريطانيا، أعرب فيليب هاموند عن أمله بالتوصل إلى المبادئ الأولية لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل سريع، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بموعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. تيريزا ماي الرئيسة 76 لحكومة بريطانيا تعين عمدة لندن السابق بوريس جونسون وزيرا للخارجية، فيما تم استحداث منصب للبريكزيت تم إسناده لمؤيد الخروج ديفيد ديفيز. في الولايات المتحدة قال مجلس الاحتياط الاتحادي أن الاقتصاد وصل وتيرة النمو من منتصف مايو حتى نهاية يونيو، لافتا إلى أن لا إشارة إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير.